استاذ ممدوح، كنا عايزين نعرف بس اخر اخبار ال وكيلك خالد محمود بعد ان تم القبض عليه. النهارده التحقيق الثالث ليه، وتم تحقيقه يوم الاربعاء والخميس والسبت النهارده. منذ القبض عليه والمتهم اعلن انه بيعاني من اسوء معامله داخل السجن، لانه تم ايداعه سجن المنطره عنبر التجربه وعنبر مخصص المحكوم عليهم باعدام، وعطيت المجرمين اللي بيرتكبوا مخالفات داخل السجن مثل ضرب ضباط او قتل او حوادث داخل السجن، فالمنع شرهم بيوضع في هذه الزنازين. المتهم تم وضعه في زنزانه متر في متر ونص، ما فيهاش دوره مياه، ما فيهاش فرش ولا غطاء ولا ميه ولا كهرباء، منع عنه دواء السكر، منع عنه طعام. جاء النيابه يوم الخميس واثبت ذلك في محضر النيابه، وقدمنا طلب المحامي العام، المحامي العام بعته لمصلحه السجون، وطلب مصلحه السجون مراعاه تطبيق لوائح السجون في محبوس احتياطيا، وانتظرنا ان ده يتحقق النهارده السبت. جه المتهم بيتكلم بنفس الاسلوب ان المعامله هي هي وان الاسلوب السيء هو هو، ممنوع عنه كل شيء، قاعد نايم على الارض في زنزانه ما فيهاش اي مقاومات للحياه، ما فيش نور، ما فيش ميه يشرب، ما فيش دوره ميه، لا مؤاخذه فيه جردل للبول والبراز، معامله من اسوء ما يمكن. الزنزانه تفتح عليه ما فيش تهويه غير من فتحه عباره عن 10 سم في 5 سم فقط اللي بيدخله الهواء، بيكاد يموت لولا ان هو بيجي النيابه بيجد لقمه طعام او شربه ميه بيشربها. اثبتنا ذلك في النيابه، النيابه برضه ارسلت مصلحه سجون بدون فائده. المتهم النهارده اعتصم بالنيابه وقال ان هو مش هيترك النيابه الا في حاله الاستجابه، انه ينقل لسجن مزرعه الطره ويعامل بنفس معامله المحبوسين احتياطيا جمال وعلاء واحمد عز والمغربي وشله العصابه اللي سرقت واجرمت في حق مصر، بيعاملوا معامله فايف ستارز، موجودين في زنازين فيها ثلاجه وتلفزيون وغساله وبوتاجاز وسخان وتهويه ومراوح وسرير ومراتب ومعموله سيراميك في نفس الوقت. ده متهم وده متهم، معاهم تليفونات، ده متهم وده متهم، ده محبوس احتياط، ده محبوس احتياط، لكن هؤلاء قاعدين في بورتو ترا، والمتهم خالد محمود قاعد في عنبر التجربه اللي هو اسوأ عنبر سجون في مصر كلها. يقال عليه عنبر الموت، سموه عنبر الموت، واسسه الانجليز اصلا لقتل المصريين عندما احتلوا مصر. فالنيابه فشلت انها تطالب وزاره الداخليه بتغيير حبس المتهم من سجن لسجن، ارسلت النيابه لمصلحه السجون وطلبت التغيير، اثبتنا ذلك في المحضر. لكن فوجئنا النهارده ان قوات الشرطه اثناء ما بنتحدث وبنتكلم مع اعضاء النيابه اخذته بالقوه رغم عن ارادته، ومنعت عنه زياره زوجته، وقذفت به لسياره الترحيات، وانطلقوا باقصى سرعه استمرارا في انتهاكات حقوق الانسان. نفس الوضع، نفس اسلوب الداخليه القديم لم يتغير، ما زالت الداخليه لم تتغير، انتهاك حقوق الانسان المصري والمواطن المصري هو اسلوب الداخليه لم يتغير. وزاره الداخليه محتاجه تغيير قيادات، محتاجه تغيير ضباط، محتاجه تغيير عقليات، محتاجه تغيير مفاهيم، محتاجه تغيير طريقه عمل، والا وزاره الداخليه ينبغي ان هي يتم تسريح كل القيادات اللي فيها، لانها قيادات تربت على عقليه الظلم والاستبداد. اعتقد المتهم تم تاجيل جلسته ليوم الاربعاء، يوم الاربعاء هيعتصم بالنيابه، لا يدخل تحقيق ولا شيء، وهيعتصم ويقيد نفسه في النيابه الى حين البت في امره. ما هي التهم الموجهه للمتهم؟ هي التهم الموجهه لكل من يدخل نيابه امن الدوله، تهم بتقلب نظام الحكم القوه. وانا بحب اعرض مساله مهمه جدا، ان الصحف قالت ان هو متهم في قضيه تفجيرات الحسين. انا بقول بكل وضوح ده خبر غير صحيح، لان قضيه تفجيرات الحسين تم اخلاء سبيل كل المتهمين فيها، لان لا يوجد متهم واحد تكلم عن قضيه تفجيرات الحسين دي مطلقا، ومفيش ادله ومفيش اتهامات لحد، انما هي سميت بهذا الاسم فقط، لكن ولا متهم تكلم عن ذلك. وخالد محمود ورد اسمه على لسان احد المتهمين ان هو يعرفه، فلذلك بيحقق معه في هذه القضيه فقط. طب ايه الخطوات اللي حضرتك ناوي تصعيديه مع الوزاره في عدم تلبيه المطالب؟ والله احنا نشتكي وزير الداخليه النائب العام. هنشتكي وزير الداخليه النائب العام. طب علمنا ان المتهم مريض بالسكر. طب صحته ممكن تطمنا عليه؟ صحته تعبانه جدا، انه منعوا عنه مرض سكر وجابوا له جهاز قياس السكر، برضه منعوا جهاز قياس السكر. شيء صعب جدا يعني. يعني هو هل بيتناول العلاج ولا ما بيتناولش علاج؟ ده منعوه، خدوه منه. منعوا عنه النهارده الطعام اللي جايبينه، قالوا هو منعوا الطعام هناك.
كان بيجي ياكل لقمه في النيابه سنة التحقيق بيسمحوا له ياكل لقمه، النهارده منعوا عنه الاكل كمان. طب تم زيارته في السجن حضرتك ولا ما؟ ولا زياره. ولا زياره. شكرا استاذ ممدوح.